بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه خجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في شرب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا ولعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبغي ولم يلتقيا على سفاح قط الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي والحبيب العربي أنت تطلوع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي أنت أم أم آب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي أنت منجينا غدا
من شفاعتك الصفا، من لنا مثلك يا سيدي خير النبي، يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حسر وعداد، لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي، يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كسي حوضك للعطاش يوم نشر كتابي، يا سيدي خير النبي، يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. الشفاعة حبلنا في القيامة مشفقا، واهلنا إذ ضاع يا سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما، لاح نجم في السماء، سيدي خير النبي، سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشافيع الأبطاح والحبيب العربي، والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنته رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب، أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح
وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنا رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنا اهتز الأرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ومقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهة المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقاله نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرون بالظفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاه لسنا وناداها في محرم جبريل عليه السلام وجاء عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا فلما هل ربيع الأول ضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز سمش السعادة فلإلى الحق نورا أضاء ونشرد له في الكون علام الرضا وإذا بطائر النبي لقد سقط من الهوى فمر بجناحي على بطن آمنا مسرعا فضرب المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي صل على نبي محمد كنج الخلائق من جهنم في غد ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجنا فيه يتبقد يا ربي صل على نبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد جبريل نادى في منصات حسنه هذا مالك الكون هذا أحمد يا ربي صل على نبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد يا ربي صل على نبي محمد منج الخلائق من جهنم في غد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا ماليه الوصف
وجهي هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد، كنج الخلائق من جهنم في غدي. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائي، سوف نظيره لا يوجد. يا ربي صل على النبي محمد، كنج الخلائق من جهنم في غدي. قالت ما ملائكة السماء بأسرهم، ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا ربي صل على النبي محمد، كنج الخلائق من جهنم في غدي. بشرى لأمته برؤية وجهه، هذا هو والجاه العظيم الأزياد. يا ربي صل على النبي محمد، كنج الخلائق من جهنم في غدي. ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء بالخبر صحيح المسند. يا ربي صل على النبي محمد، كنج الخلائق من جهنم في غدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يبرد. يا ربي صل على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وروي أن آمنة رأت حين ولعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت: لما ولعته مددت عيني لينظر ولدي فلم أره، ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مذهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه. فجعلت أنظر إليه فإذا مناديه ينادي يخفه عن أعين الناس. قالت: فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن أجوههم أقمار، وفي يد أهلهم إبريق من الفضة ومع الأخر تشت من الزبرجد الأخضر، وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها، فإذا هي خاتما يحير عين الناظرين من شدة نوره. حمل ابني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه، فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات، ثم قال لصاحبه: اختم بين كتفيه بخاتم النبوة، فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد النيران، ولم تكن خمدت قبل ذلك بألفي عام، وارتج إيمان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة، وغالت بحيرة سابة، وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة. ورمي
أتيت الشياطين من السماء بالشحب الثواقب وانبلج صبح الحق وبتل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحروا فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوا مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى أهله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك بدوا حزنا وتألما وأسبه العيد الذي كانوا فيه مأتما وقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يصلى بالنار صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على مصطفى المختار خير البريات يا صنم العيد الذي صاف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قد رات العير بالصحب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير بهياتي فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوه بإقرار ونلوي عن الذنب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير بريتي وإن كنت مغلوبا ونكي صغيرا فما أنت بالأوثر بالسيد ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير بريتي ترد لمولودين أضاءت بنوره جميع في جاد الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات ونعر جميع الفرس قد خمدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير بريتي فيا لقصين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل رحمي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال ابن إسحاق: لما كان اليوم السابع ذبانه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وكرمهم، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال: سميته محمدا. فقالوا: قد رغبت عن أسماء أباك؟ قال: أردت أن يحمده من على الغمراء محمدا سموا نبيه الهدى وهو أحق الناس بالحمد. صلى عليه الله ما أشرقت شمسها في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره، فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور، وأقبلت الملائكة والحور وحف هجرة أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسة، وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، ومريلا أنت زائره قد أتاه الله بالفرج، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، فاز من قد كنت بغياته وسام في أرفع الدرج، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، باذلا في الحب وهجاته سامحا بالروح والمهاجي، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، يا كريم الجود راحته فكفيت البهر واللجاج، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجر، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج، صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج، حبك في قلبنا محب من رائين الذنب والحرج، صلي رب العالمين على
سيد الكونين والسروج. صبكم في قلبي نعم حب من رائين الذنب والحرج. صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج. إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج. صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج. وهو نجانا من البلوى طيبوه في العالم الأرج. صلي رب العالمين على سيد الكونين والسروج. ربي وارزقنا زيارته يا رسول الله قبل قبض الروح والخراج يا حبيب الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ربي وارزقنا زيارته يا رسول الله قبل قبض الروح والخراج يا حبيب الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربي وارزقنا زيارته يا رسول الله قبل قبض الروح والخراج يا حبيب الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. صل يا ربي على الهادي يا رسول الله لسبيل الحق والفرج يا حبيب الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال علي بن زيد رحمه الله تعالى: كان إلى جانب الرجل ذمي، وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيري؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزو بي، فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن، فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزيدا وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي، وسحب المدامي قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق والذمي يقول: افتح. فقد زال صدى قلبي: إن كان الحبيب قد كان عندك في البارحة. قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب، فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عليم الحيبة أزج الحاجبين سهل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، حلو المنطق إذا تلا تقول هذا البدر المنير، وإذا مشى يفوهل منه
يفوه منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يدي قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين اللهم سل وسلم وبارك علي أنا سيد الأولين اللهم سل وسلم وبارك علي والآخرين اللهم سل وسلم وبارك علي أنا محمد خان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعنقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حليت يوما باللقاء زال الجاف عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأينا وكما كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولده الشريف بشائر وخواريق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي آياته والمعجزات كثيرات شهدت بصحتها عقول الحسان يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي البدر شق بأمره والشمس بير غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهده يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي ومن اليسير سقاها فتعم جيشه حتى فر ويسير هو لم ينفدي ومن اليسير سقاها فتعم جيشه حتى
حتى التافوا ويسير ولم ينفذي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، وله الوسيلة والفضيلة والعلا، ومقامه المحمود يوم الموعد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، أوصافه ما ينتهي تعدادها، فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، يا سيد السادات جئتك قصيدا، أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. قد هل بما قد علمت من الآذى والظلم والضعف شديد، فاسعيدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة، فمن علي بي فضل جودك سعادي. إني نزيلك ونزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي. فعليك منا كل وقت دائما، أزكى الصلاة مع سلام سرمدي، وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فجهادي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا وسلموا على خير البشر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات،
وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتغفر لنا بها جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع، وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء، وتعصمنا من إنزال كهرك والوباء، واحتجبنا بنورك من شر يدوبنا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر، وتؤمننا من الفزع الأكبر، وتنجينا عن دار البوار، وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.